مرحبا، انا نائل ابو التين، تركت الهندسه وقررت اني الف العالم. سعيد جدا اليوم بتجربتي مع لايف ستايل بالسحور السري. رح يجيني ضيف ما بعرف مين هو ولا بعرف اي حاجه عن هذا الضيف. شوفوا الحلقه لتعرفوا على الضيف. دير نائل، you have been selected to be the host for our secret سحور. الضيف تبعي رح يوصل بكره الساعه 9 ومعطيني ثلاث شغلات عن الضيف. انا الصراحه والله ما بعرف الضيف ابدا. اول اشي عنده حس الفكاهه، بحب الفكاهه والضحك، واخر اشي بحب الشوكليت. هاي فيها ماتشور، انا كمان بحب الشوكليت. صراحه متحمس جدا، شكلها تجربه كثير حلوه وممتعه، وشعور غريب انك تتصحر مع حدا انت ما بتعرفه لاول مره راح تشوفه. هيك جمعة رمضان والسحور غير. كيف لو كانت انه الضيف انا ما بعرف مين هو، حتى ما بعرف شو الاكل اللي هو بحبه، فان شاء الله انه يعني تكون جمعة خير وينعجب في الاكل اللي سويت له اياه. وصل الضيف يا حبيبي، مش عارف مين هو. صراحة بفضل شخص لطيف خفيف وعنده لغة الحوار. أكيد أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. رمضان كريم. توقع توقعت؟ أنا ما توقعت صراحة. أهلا وسهلا. تفضل. معكم يوسف القط، يوتيوبر وممثل وستاند اب كوميديان. مبسوط جدا ومتحمس لحلقه سيكريت سحور. ادوني الكارت ده وقالوا لي افتحه وانت بتصور. خلينا اشوف. عزيزي يوسف، هو طبعا بالانجليزي بس انا هقرا بالعربي. انت اختاروك عشان تكون ضيف سيكريت سحور وتحتفل. A few moments later. في سكرت سحور وتحتفل معانا في رمضان. هيستضيفك شخص بكرة الساعة 9 في الليل تتسحر معاه، مشهور بالسفر واللايف ستايل، انفلونسر بيست ان دبي، تيم لايف ستايل. وي سيليبريت ذا سبريت اوف رمضان. ذا سبريت اوف ما علينا بالانجليزي يا جماعة، بس هو هيستضيفوني بكرة الساعة 9 مساء عشان السحور. فحلو ان انا مش اروح بقى. ماما ما تعمليش اكل علينا وعليك يا رب. شكرا. شو جايب فيها؟ افتحها انت تعرف. افتحها هسه ولا بعد السحور؟ لا بعد السحور. اوكي. تفضل تفضل اقعد. لا ما انا اتفضل. بالله عليك تحكي رايك بصراحه. شو رايك في السفره؟ الراي اني مش انت اللي طبخ. هيك رأيك من الآخر؟ لا يعني سحور صراحة. أنا هذا الإشي عملته والباقي طلبته جاهز. طب أقعد. أنا تحسسنيش يعني. نائل صدمة عمري. ما توقعتش إنه دخلت بخبي وشي بالهدية بشوف مين الشخص. لو شخص أوكي بحبه، أوكي لو مش أوكي ألحق أهرب. صراحة تجربة رائعة جدا. كنت متحمس ومتوتر بنفس الوقت، لكن لما تعرفت إنه الضيف يوسف كثير انبسطت. انت شو الوضع عندك برمضان؟ حلو الجامعه والاكل، خصوصا السفره الفطور، سفره السحور دي افضل حاجه بتحسسني باجواء رمضان فعلا. صح. طيب يوسف، لما بنحكي رمضان شو بيذكرك برمضان؟ يعني شو لما حدا يحكي لك كلمه رمضان شو اول شيء بتتذكره؟ وينك؟ أنا موجود بس لسه ما جاتش. شو اللي يعني أنا لو سألتني هذا السؤال بحكي لك رمضان هو العيلة، الجمعة، شهر الطاعة، شهر الغفران. هيك بحس إنه سبحان الله لما يجي رمضان تيجي الرحمة معاه. صح. حتى أنت كإنسان بتحس إنه لا، أنا هذا الشهر بدي ما بدي أعمل هاي وما بدي أعمل هاي، بدي ألتزم، هيك بدي هيك أخذ اللي هو حيز الطاعة من حياتي. وبتلتزم؟ بلتزم. That's a great answer. بلتزم. والله بلتزم. كيف الطعم صراحة؟ أنا ما عجبني. أنت؟ لا. And
do you think your guests like the food? لا ما حب الأكل. Block in the end of the day. Block 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 block. أنا شوف بخصوص المواضيع دي أكتر حاجة ما بتعجبنيش بتعجب الناس في السوشيال ميديا مش في الدعايات. يعني مثلا أنا فيديو عملته ما عجبنيش بالمرة وأنا مش طايق الفيديو مش عايز أنزله. أنزله يكون أقوى تفاعل 100%. وأنا لاحظت هذا الإشي اللي أنت ما بيعجبك بيعجب الناس، والإشي اللي أنت بتكون طاير فيه ما بيعجب الناس. أشتغل وأتعب على فيديو أو أشتغل على هدف على بروجيك واثنين فيو اثنين ما في غيرهم. طب إذا هم اثنين فيو كم لايك؟ صفر ولا لايك؟ أنا دائما الفيو أعلى من اللايك. وكده بس خلينا إيه ناخد صورة مع بعض ذكرى. اصبر فيديو السريع. طب دقيقة خليني أكمل اللقمة. لا خلك طبيعي خلك أول والله طبيعي بس خليني. أنت مصرد ولا شيء مش شخصيتي الحقيقية يعني. يا جماعة ده اللي بيسافر كتير. باخدني معاك في الشنطة. يا زلمة حطك بالشنطة ما عندي مشكلة. والله لازم نعمل سفرة سوا. طلع محتوى خرافي. خلاص أوكي. تخيلوا سفر مع فكاهة شو بيطلع المحتوى؟ رز بالصنوبر. 100%. هنعمل ايه؟ لازم نمشي مع الوضع اللي احنا فيه وبس. ان شاء الله يكون رمضان خير علينا وعليكم. بتكون رسالتي لإلكم، حبوا بعض، ما تكرهوا بعض، ما في شيء بالدنيا مستاهل لانه الحياه كثير قصيره. والله حبيبي تشرفت فيك وانبسطنا كثير اليوم بالسحور. شوف يعني انا مش غريب اوكي. لو في اي سحور تاني انا حس حالي. السلام عليكم. مع السلامه. بيتي او صح. Ha ha ha!